تركيا في دقيقة. أعلنت المديرية العامة لشؤون البحرية بوزارة النقل التركية مغادرة سفينة تجارية عملاقة محملة ب6099 طنا من زيت عباد الشمس كانت محتجزة في ميناء بيسك بروسيا، حيث من المفترض أن تصل إلى مدينة مارسين التركية في 15 آذار مارس الجاري. وفقا للمصادر، فقد بدأت 3 سفن أخرى محملة بزيت عباد الشمس في الإبحار من ميناء روستوفا الروسي، حيث من المقرر أن تصل البلاد في 17 من الشهر الحالي. أعلن اتحاد أصحاب محطات الإمداد بالطاقة والبترول والغاز الطبيعي إيبيجيس عن إلغاء الزيادة المتوقعة على أسعار الوقود في البلاد، وقال في تغريدة على حسابه في تويتر إنه جرى إلغاء الزيادة التي كانت مقررة على أسعار الوقود في البلاد اعتبارا من اليوم. مجموعة زاد العقارية للاستشارات، زاد رأي وسداد. للتواصل 0555-110-92. وجهت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ آفاد تحذيرا عاجلا للمواطنين بشأن العاصفة الثلجية، وقالت في بيان إن الطقس البارد والممطر سيكون فعالا في 37 مدينة وخاصة إسطنبول اعتبارا من اليوم. تشهد تركيا هذا الأسبوع حركة دبلوماسية مكثفة بعد زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتوك الحالية لأنقرة. سيصل الرئيس الأثري إلهام علييف اليوم الخميس، كما سيزور رئيس الوزراء اليوناني كارياكوس ميتسوتاكس تركيا يوم الأحد المقبل. تركيا في دقيقة.